اليوم نسلك السؤال قدر ما قلت ليكون فرشاي يسلسي بيرفورمون شنو المانع شكون موجود؟ ليكون ياسين الخليسي بيرفورمون شنو المانع؟ فعامل العمر السن وعامل الاقدميه والاقدميه كيما عامل لاعب عمره 18 سنه بنفس الكيفيه اللي عامل لاعب عمره 33 سنه واحنا الامثله العديده في العالم بالنسبه لنا ليتا فورم دو مومون فرشاي يسلسي عندي فكره على الاساسيات تاعه دوت دونك فرشاي يسلسي بعد ياس السخيري في السبعه اللي موجودين في البلاتفورم تاعنا كل على 10 ولا 11 لاعب موجودين في وسط الميدان اكثر لاعب عامل طونجو اكثر لاعب عامل دي باس كلي اكثر لاعب بيرفورمون بعد الياس الصغيري او نيفو طونجو دونك انا نسال روحي اذا كان ما عيطش الفرجه الاساسي بعد الغيابات اللي كانت موجوده في الوسط وكانه كان مش تاع الفرجه الاساسي انا نسال روحي السؤال بيرفورمون شو هو المانع باش يكون موجود ثم ارونجمون ثم ايتات فور فرجه الاساسي كان اكزومبلير كان موجود معنا لو ميور جوار في كيريكا كان موجود معنا في كاس العالم جات فتره خيرنا فيو لو رونبون وطلعوا ديجا واستراتيجي وقتها بعد عن المنتخب اليوم في السته والسبعه لاعبين اللي نشوف فيهم عنده مكان ويزا مارك ولا بيريتي بلاصه تاعهم